جواب قانوني معناه هل سأكلف هذا نفسي هذا العناء؟ نتصورش معناها بون. هو شنية احد المفكرين واحد عظام التاريخ معناها واللي قادوا ثورات يحكي مرة على الخصوم نتاعو، يقول راهو يلومون على ان نكونوا ثوريين ومنحازين للشعب، قال لكن كيف نحن من نجمو كان ندفعوهم الى المستنقع المجاور، هما في مستنقع يتقدموا، نحن من نجمو كان نزيدو ندزوهم الى ذلك المستنقع لكي يظلوا فيه يقعدوا فيه، نحن ماناش باش نمشيو للمستنقع، نحن فهمت نخليهم غاديكا ونمضي من اجل التعبير بصدق على شعبنا ومن اجل ان نكونوا اوفياء لاهداف الثوره، لانه دم شهداء تونس ماهوش ماء، ونحن سنمضي وقدمنا شهيد في هذا المجال، سنمضي ونخليه الناس في المستوى اللي هي فيه وبدون أدنى تعليق على معناها ما قامت به أحد النائبات فيما يتعلق بشتمي. أنا قلت عندما تكون صادقا وصريحا وصوتك عالي تتعرض إلى الشتم والإهانة والاغتيال والضرب وكل الوسائل اللي تريد أن تسكت صوتك، ونحن معناها هذا مخاطر من مخاطر كما يقولوها العمل السياسي. شكرا لك.